طيب مدفونة سلك واحدة اثنين ثلاثة تولي كنجينا نجم طيب المدفونة فيسا فيسا برماجيك تيالا أما مدفونة تاخو برشا وقت ماذا بيكو نجيد في الريزانجريديون بابيه اسويتو ما نجمشي نطيبها كيما هرغم دونك فش نعمل كابر الهام كاد نجري في الكوزينة حربا نزيد فوالا هديكا تمبرانتا سرك عملت مرلول بالمهلات أما بعد عملت بالمكسر زعما علاش اسمها مدفونة يظلي فما علاش خمام شوية لونها كتراب وتغطي روبيا هذاك علاش شكاوركم شكون يعرف علاش اسمها مدفونة طيبان بنينة دونك مش مشكل لاجري تونسي قالي فطور صباح نتاع نهار لحد بامباروني في الحانوت ديما العجينة نتاع بامباروني تلية برشا أما أنا حطيت ماء أكثر من اللازم بون أتنشوف حوا بامباروني تحب تخرج عندو الفتايري ديما شوف يدور عجينة قبل ما يحطوها في الزيت ساعات يجيني مدعورو وساعات يجيني في سمانيا أما نمر سمانيا نمر باهي في جابون دونك ميسيرش فوالا هذا تكريات لاجري تونسي كي كان صغير أما ما طعم مش كي ما كان صغير أباصل لي قصت بنينة متاع بامباروني عايشيك دونك هذا تقرير صغير على الخدمة اللي تخدم فيها أكيكو في الانستغرام دونك أكيكو هيت نبدأ ونحكيه بشوية أنت من وقتاش تعرفت على الماكلة التونسية؟ وقت كي جيت لتونس اها جيت اي اي و انا ما نعرفش نطيب برقدي ميكرا جابونية دونك لا انت اول مره تعرفت عليها قلت لي انت ريتها في تقرير اول مره اي اول مره اي وقت انا عرس راجل تونسي تعرفت في اليابان على الماكله التونسيه اي, أي في ريستورون ريستورون تونسي, تونسي في طوكيو وعلاش مشيت في الريستورون التونسي خاطر نشوف اي مثال شيء يقرا تفرجت في تقرير في عالم ماتا في اميسيون اي على تونسي على تونس دونك انا حبيت تذوق الماكله التونسيه ماكله تونسيه وفي الريستورون هذي تعرفت على راجلك اي اها وكيفاش معناها نعرفش انا كيفاش بدات علاقتكم مشيت حكيت معاه حكي معاك باش تزوجت وجيت لتونس ولا كيفاش انا نحب نمشي أي. تونس اها برو فاكونس فهمت اما صعيبه بعيده برشا دونك قلت ناخذ تونسي اقرا اسهل خذيت تونسي جات فاكونس مطوله في تونس عندك توا بحثنا اربع سنين كما قلت لك من بكري وقت اللي هي تحب تفسر لنا قلت لك انا ما نعرفش نطيب ياباني ولكن هاكم شفتوا كيفاش الطيب تونسي بالكدا علاش اخترت انك الطيب تونسي اسمع شنو باش تقولها ركيت كي ميسالش نعرف هي كتبتهم بال كي جيت لتونس ما فماش ليزانغريديون اجياتيك مش برشا فهمتك دونك وليت اصعب الحكايه ولات لك اصعب باش تطيب بالياباني دونك اخترت انك تبعد فيديو يفسروا الماكله التونسيه اي يلزم نتعلم ماكله تونسيه اي وانت مبكري في الكوليس ولا حاجه تضحك برشا قلت لي ما في باليش اللي هي الماكله هذه اللي انا نطيب فيها تعتبر من الماكلات ما نقول احنا التقليديه التونسيه اللي بالحق شكوني هكا المراه اللي تقع حاطه بالكدا طيبهم الماكلات المدفونه وروز الجرب يكون بنين دونك انت قلت لي ما في باليش قلت لي في باليش اللي هو معناها في باليش اللي عامله افور حراير هذيا حراير الوغ تويك قاعده تعمل في مجهود قلت لي باش عائلتي تاكل تونسي اللي هو حاجه باهيه يجيب وحدكم داركم لتونس لهنا امك بوك يجيو لتونس مازال ذاقوا الماكله التونسيه ولا لا مازال اها فما عملت صحاب توينسا ذوقهم ماكلتك ولا كي يشوفوك يقولوا لك ابعث لنا حاجه نذوقوها ولا اي ديما يابانيين ولا توينسا زوز زوز يابانيين ياباني جابوني يسكن في تونس يحبوا يجيو يذوقوا الماكله التونسيه من عندك
سبيا. المحتوى اللي انت ما تعمل فيه في الانستغرام، الخدمه اللي تخدم فيها لي فيديو هذوك تعمل فيهم في الانستغرام، قداش ممكن جابوا لك برشا اصحاب ولا كيفاش عملوا لك صحاب ولا ما بعثوا لك عباد دي كومونتير يشجعوك؟ في كومونتير الناس كل يعاونوني. اها كيما مثلا ماش حط ندر شنو زيد حط ندر شنو ديما نفتيو احنا مالا شوف خليهم طيبتو وسكك مالا نفتيو مالا بكري شارجات قلت لي هاي طيب في ماكله صعيبه ليش؟ بارك الله هي قالت معني حابه تتعلم الاكلات التونسيه لكن ما بديتش بالساهل ما بديت حاجات ما في بالهاش في الكوليس يقول لك معناها تشد اليد وصعيبه صعيبه ايش تمام فريمون بيك المدفونه حاجه صعيبه في تونس صعيبه ما نطيبوهاش ديما برشا وقت اي برشا بليز راجلها قال لي بامبالوني اي وبامبالوني وعملته بالكدا قالت يجي على رقم 8 دونك الراجل قال لك عملتها اول مره المدفونه طلعت بنينه مش نورمال من اول مره عملتها دونك يعطيك الصحه شهيتنا في المدفونه اي والله ناويه تحل بروجي نتاع طيب تونسي والا انت جوست عملته لعائلتك وكها ولا الفيديو هذوما جوست لعائلتك أي. تخمم فيها الحكايه ولا تنجم تنجح راهو اذا كان ماكلتك بنينه تونسيه لا 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 جوست برو رمضان هكا رمضان يعطيك الصحه سي بيان اكيكو يعطيك الصحه